وانك انت تردد وتقرا اكثر من مره. لكن بصوت كاظم الساهر وبادائه وبالحانه الجميله وصلت الى الناس وزيدين عشقا. يمكن كل ما رحت مكان يقول زيدنا من هذه الاغنيه المزيد والمزيد. وكيف استطعت يعني انك قصيده مكتوبه فقط انها تقرا انك انت تحولها الى لحن الى اغنيه يسمعها الكل؟ يعني هو بصراحه هناك ملاحظات مثلا تؤخذ علينا يعني مو ما تكون لصالحنا يعني الفنانين بعض الفنانين انه مثلا هناك بعض الفنانين انه تقليد مثلا يبدا لو اغنيه شعبيه اشتهرت مثلا الكل راح سعى حتى يسوي الاغنيه الشعبيه وكذا. فكثير من حتى من اصدقائي من جلسه قالوا الكاظم انت الكاسيت الجديد لازم تعمل انه صرعات يعني تقاطيق. انا قلت لا والله اعمل العكس، راح اعمل العكس واثبت انه بالعكس لغتنا الجميله لغتنا العربيه الجميله وموسيقى الموسيقى الشرقيه اللي احنا يعني عظيمه. انا احسها عظيمه يعني انه عندنا مستمعين صاروا من 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 عندي من جمهوري من اوروبا من امريكا من كل العالم. كنت حفلات كان عندي جمهور يجيني يحضرني ويسمع ويستمتع بالموسيقى مستمتع بالاحساس. فاذا سويت تقاطيق انه كثير في الساحه صارت يعني لما تعد يمكن مئات مطربين كلها اغاني بسيطه وصرع صرع مثل ما يقول يعني باغنيه قصيره وموسيقى وايقاعات وخفص. لكن وين مثلا الفنان وين مسؤوليته وين دراسته وين تميزه مثلا؟ صحيح. فاختار الصعب، انا يعجبني الصعب. وصعب انا غاوي يكون احيانا صعب. انا غاوي مر يعني فعلا غاوي مر يعني. ولذلك مثلا الاخت اللي الشاعره تقول مثلا شعراء ملحنين، انا في مثلا اتصل كذا ملحن وفي كبار ملحنين موجودين في الساحه. لكن يا اخي ما اجد متعه، يجب ان اخوض التجربه بتعب واتعب بنفسي بتعب يعني. واختار القصائد، احس القصائد انا محتاجه انه حبيبتي تسمع من عندي لغه حب. محتاج اسمع من حبيبتي لغه حب. الطفل محتاج يسمع من امه كلام حب يعني محتاج الحنان. كثير من 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 عندنا احنا يمكن يعيش الحرمان، محتاج من احد يسمع كلام ياخذ اقلها يخليه انه مسترخي، يخليه انه فعلا مستمتع به ولو لدقائق على الاقل. انا محتاج واحد من الناس، محتاج انه اسمع كلام حب جميل انه فعلا ينطيني الامل ينطيني القوه استمد. الحب نسمو يعني فعلا بالحب انسانيتنا تكبر. فاحس انه عندما اتجه لاي عمل انه احس هذا جزء من انسانيتي كبيره يجب انه انا اتعمق بها، يجب ان احضنها، يجب ان ادفيها وارتبها الاغنيه واحضنها تمام بحيث اخليها تشبع انه الاذن على الاقل انه يستمتعون بها الناس. نعم. شفت العود لما تركناه بالبرد الاوتار كلها نهبت. هذا علينا احنا من العود على ما اعطينا لمسه حنان، ما اعطينا هذا، راحت الاوتار كلها راحت في شده الاوتار. نحتاج الى زياده عشق من جديد. فالانسان يعني بحاجه الى هاي الانسانيه. نعم. الانسانيه هذه. فانا احس انه لغه القصائد هناك فيها المزيد. لو نبحر في دواوين الشعر، لو نبحر في ديوان بدر شاكر السياد. يعني انا مره جلست انه الحن عندي قصيدتين لبدر شاكر السياد. اول قصيده اقراها ما تحملت يعني، والله ما تحملت، اقرا وابكي، لقيت نفسي وحدي ابكي. قلت لسان الجابرني يا ربي. جمال معانيها، جمال معانيها وتعطيك فعلا اشياء كثيره نضيف لك وتطلع من صدرك يعني الدموع. انا ما قلت الجابرني، بالعكس الدموع من طلعت انه فعلا شكرت. قلت له الف رحمه تنزل على روحك في هذا اليوم. يا سلام. انه فعلا انه نظفت شيء في داخلي انه حسيته انه في صدري كان فعلا ماسكني. نعم. اتنفس من خلال قصائد الشعراء، فعلا اتنفس من خلالهم واعيش انسانيتي من خلالهم. نعم. استاذ كاظم ايضا احنا ما ننسى جمهورنا نهائيا. هو شو تعبنا شو ما زينا غير جمهورنا. الا الجمهور. بكلمه مرحبا. مزح. بين نساء الكون أحب فيك، ويا من أحببتك حتى احترق الحب أحب فيك، يا أحلى امرأة بين نساء الكون أحب فيك، ويا من أحببتك حتى
حتى احترق الحب. أحبك إن كنت تريدين السكنة كنتك في ضوء عيوني. أحلى امرأة بين نساء الكون أحبك يا من أحببتك حتى احترق الحب. أحبيني إن كنت تريدين السكنة سكنتك في ضوء عيوني. وحبك خارطتي حبك خارطتي ما عادت خارطة العالم تعنيني. وحبك خارطتي حبك خارطتي ما عادت خارطة العالم. ما هو مش معقول كل اللي اتعلمته منك هيجي حاضر.